أهلا وسهلا، أهلا وسهلا وهالحضرة اليوم معنا كلنا، ورح أحكيها وبشكركم. نصف بالقبور ماتوا من الحسد والسحر والشعوذة، ما بيقدروا يجوا لعندي على البيت بس بيشوفوني على الطريق، وفي منهم بيحبوا يتغيروا. إذا هني بيحبوا يتغيروا إيه، بس في وحدة شفتها كتير شريرة، ما فيني إلكن شو عم تعمل بالحكام عنا، يعني لو عم بتحيرهم مدري شو تغيرهم، بس عم تعملهم بطريقة أشرس وأجرم. قالت لي عم طلع مصاري، شو عم تصر فيهم، وين عم بيروحوا؟ قالت لي ما بعرف، بس فكرة وقت بدي أقتل حالي. قلت لها إذا انتحرتي رح تكوني بمطرح عذاب كتير أبدا، لازم تغيري حالك. كل هول اللي عملتيهم شو عملتي؟ صارت عندها 3 بنيات بتعيش من البنيات، تاخذيهم معك على القبر؟ شو اخدي على القبر كل واحد منكم؟ اعطيتها تقرا، اجت من كم يوم على الطريق، ما فيها تفوت، ما فيني اقف على بيبي ابدا. قالت لي انا احسن شوي بس بفكر اني انتحر. ما حكيتها، حطيت ايدي عليها، غمرتها، هيدا دورهم، ما تضيعوا وقتهم مع هيك ناس، بس ادعي لهم دايما، انا معكم ومش منكم. المسيح قال بيتي بيت الله وجعلته مغارة للصوص. حمل صوت أو حمل سيف أو حمل هيك في كتير إخواني، بشكركم، منحبك كتير بس ما منسترجي نجي لعندي، بعيطوا علينا بالدير ورهبيت، بتقولي يا أم ختيارة أنا كنت بطلع من الدير وبجي لعندي، لو ما هيك وهيدا شيخ وهيدا هيك وهيدا، بس هلا هيدا بيشتري بيعطيك فرشة بتاكل بتشرب بتنام. هيدا الدين منه constitution وinstitution، منه دستور ومنه مؤسسة. the religiousness of the heart، التدين بالقلب، كل عمل عبادة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة. أنا جاهدت فيهم 99% كذابين وحرامية ومش منيح وهيك، بس أعطيت من قلبي. هلأ لا، هلأ فتش وين في جماعة، وين فينا نعمل عمل هيك، وين فينا نعمل هيك، بلو حطن هون حطن هون. ما في أمل هلأ بأمة العرب، هونيك بده يجي وقت نحن نروح على الهند وعلى التيبت وعلى نعيش مع هالجماعات، مع بركة الله وغير يلي ما في ميل. هون الحياة، في مول هون، هونيك ما في ميل، ميت تعشرب فنجان قهوة، ما بقى في قهوة، هي كلها منا قهوة، شفتوا كيف عم بيعملوها. فإذا انت غير النوايا، وقت بتغير النوايا بتحول السم إلى دسم، تقدر تعملها كلها، poison into potion. وعملها واحد اسمه PEP، Power Eating Program، بيو يهودي إبراهيمي حنفيين، معلمهم بعد الشمس كان يحكي عن المضغ مضغ 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 مضغ. وابنه قال لي فإذا الإمام علي معلمنا كمان كتابه Power Eating Program، محطوط كل الكتب، أي كتاب بدك إيه فوت على بيت الله، أو حط محمد كيلاني أو مريم نور، أو هلأ حزب الحمير رح يكون إن شاء الله بإيد ناس يلي نكون احترامي للحمار، ما بيمرض وما بيعرف طبيب ولا شيء، وبيعرف إذا المرة حبلة مع بنت أو صبي. مثل بالأردن واحد إجا على التلفزيون ومعه حمار، كتير احترمته وكتير حكي حلو، وقال أنا بدي أعيش معه، هيدا رفيقي، بدنا نرجع نعيش مش بجنينة الحيوانات. قالت له لا جوزة،
تاخذني على الزو، قال لها بده يشوفك يجي لعندك. شو هي حيوان؟ بتحب روح عجنة الحيوان؟ كلنا هيك، كل واحد منا يرجع يقعد، الكتاب موجود، ما حدا في يمنعك ابدا، كل اللي بدي احكيهم يمكن كلهم موجودين بهيدا الكتاب، بس بالانجليزي. بالانجليزي. What did your teacher do؟ شو عمل معلمك؟ ابدا. What he had done؟ قال له كل اللي قالون انا قريتهم بالكتاب. الكتاب فيه كل شيء، والكتاب لحوي حدي. وقال له كمان انت لازم تقرا، انت بتفهم غير ما انا بفهم. Truth has no language، الحقيقه ما عندها لغه، هي فايض من القلب، من القلب البريء والطاهر. Life is not serious، ما تكون كثير هيك جدي، serious. It's a joy، فرح. It's a laughter، ضحكه. تخلي كل شيء بنفكر فيه نعيشه. ونختبر. ورح قلكم الله بيحب الضحكة، لأنه بلا ما يكون في ضحكة كمان هو بحس. مثل مرة موسى ماري وشاف واحد عم بيقول يا الله مرتك مثل مرتي ما بتعرف تطبخ، أنا بجي بطبخ لها. وإذا في عندك أمل براسك أنا بنقي لك إياهم. وإذا إصبعك عم بيعقروا الصباط، أنا أحلى كندرجة بعمل لك صباط. وهيك عم قال له مع مين عم تحكي؟ قال له مع الله. قال له الله عنده مرا، والله عنده جر، والله عنده هيك. قال له أنا لا بقرا ولا بكتب، وهيك بحكي لالله. عم علم موسى. يا الله بشكرك كثير. صار يفكر كيف بده يقولون. يجي الوحي لموسى. قال له يا موسى هيدا أحلى صاحب عندي، من أحلى أصحابي، بيحكيني من قلبه. جيت أنت خربطته؟ هيك عم تعلم القانون؟ هيك عم تحط الوصايا لا تقتل لا تسرق لا تنهب لا 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 كل ما لا 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 نا 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 عملناها. رجع قال له سمحني، إجاني وحي، أنا اللي بدي أتعلم منك. قال له إيه أنا ما عرفت صلي، بس أنت رحت رجعت هيك حكايته مثل ما انا بدي. الاطفال يعني اللي ببطنك ما بيفهم؟ الطفل قبل سنتين ما بيفهم؟ سالوا للطفل بتصلي قبل ما بتاكل؟ قال لهم لا، لانه التيتا طابخه اليوم وطبخاتها اطيب من طبخات امي، ما بصلي. بس فضل امه بقى تطبخ اكيد بده يصلي، ما بحب اكلها، بس التيتا غير شيء. فإذا كل واحد منا يقول كيف هالسحر والشعوذة، ورح أقراها نكتة حلوة كتير بتخلي كلنا منعرف قصة سندريلا. سندريلا قاعدة وحدة وصارت كبيرة بالعمر وهيك، بتجي الساحرة قالت لها ليكي عندك ثلاث سؤالات، قولي لي شو بدك وأنا تحت أمرك. قالت لها ليكي أنا هلأ صرت بهالعمر، فيك ترجعيني صبية مثل ما كنت؟ ترب رجعت صبية. عظيم. فيك تعمليني غنية كثير؟ قاعدة على الكرسي أنا. بب الكرسي صارت من ذهب. قلت لها ليكي بعد عندي طلب، ما هي ولك هيدا لبسين ما حدا غيره بحبني، عيشي أنا وياه. فيك تعملي لي هيك رجال حلو كثير، هيك شي امير شي مهم وهيك وهيك، اجمل امير، شب وحلو ابو سكسوكه ولدكم اياه وكلها، وعندها المال وعندها الامير، ورجعت صبيه وحلوه كثير. اجا لها يا هالامير. هلا هيك بدك يعني؟ ما انت اللي خصيتينه، حطوا هالحيوانات بهالبيت، انتبهوا بس. You are sorry you made me castrated neutral. كل هالحيوانات، الكلب ما بيفوت على بيتكم، الكلب غير الطواف، انتبهوا. لبسيني إلى باب هيك طاقة بتفوت، الشمس إلى طاقة، هالعلم عند الفراعنة. وجا الحبيب وشيل كل هالعلوم وحط علم لا إله إلا الله.
أينما توليت كنت فتش على الله لأفتش وين منه موجود. نعم يا حبيب قلبي لحي ما بعرف إذا بدنا نمرق هالصورة إنه قال مين الذكر ومين الأنثى. مهضومين يا أخوتي بيبعتون ها مين الذكر هاي مين الأنثى يلي بتحط فيها وهيدي شو اسمها كم وحدة حتى هيك نكات مهضومين الحشاشين دخيلكم تركوهم هيدي ها ها. قالت له قال لها ليه محجبة لي قال لها بهيدا الزمن. قالت له أنا هلأ بهالوقت راضي الله وخلقه تحجبي وهيدا يا حبيب قلبي. سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما يفسد أمر القوم يا أمير المؤمنين؟ ثلاثة وثلاثة، وضع الصغير مكان الكبير، وضع الجاهل مكان العالم، وضع التابع في القيادة. فويل لأمة مالها عند بخلائها وسيوفها بيد جبنائها جبين وصغارها هن الأولياء. هلأ هده الحكم قال بالحرف الواحد حبيب وقال القرآن وقال إنجيل يوحنا رؤيا يوحنا عن هالداعش اللي عم نشوفه. ومنعتذر من داعش، منعتذر من كل واحد عم بيأذي بهالدنيا، ضحية كمان هو بده يدفع الثمن بسببنا. فإذا ما بدي غير حدا هون نفسي ثم نفسي ثم نفسي طينت عن نفسك. لا تقل يا رب هم كبير، ولكن قل يا هم لي رب كبير. عمل شغلك، اعقل وتوكل. هو اللي خلقني بحبني أكثر من اللي خلفني. حكمة اليوم: لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق. لا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة. يا حبيب قلبي أكيد رب البلاغة قايلون، ولكن الله من خلال علي إذا ما في باب ما في مدينة. وبتطلع بتفوت جاهل بتطلع عاقل، بتدخل من هون وبتطلع من هون. ولكن نحن عم نضيع وقتنا بهالسرسرة هالشاشات كلها شاشة. إذا ما كانت صبية مدري شو الشاشين والشاشين 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 بحطها على الفرشة بتيجي على الشاشة بتحكيها شاشة بسببنا. أنا الوحيدة بهالعمر، وإذا صار في غلطة بتكون من المكانات مش من مريم. مكانتنا بشكر هالشباب ما في غنى، عتيقة وشو ما بدكم، ولكن بيعرفوا يظبطوها بيعرفوا يشتغلوا فيها بيعرفوا. الحضرة الوحيدة اللي عم تعملها هي المحطة الوحيدة وهالحضرة الوحيدة. خبرتهم أوباما شخصياً قال لهم ما حدا بيفهم عربي بس يفحصوا السكري قبل وبعد، بيعملوا في كتير تركوا المستشفيات لأنه بيشوفوها. إنما الأعمال وبالنيات. هلأ أكثر من كتاب إنجليزي عندي كتير، قلت له لا الدالي لاما قال لي تلفزيون وكل شيء عندي، وهلأ رح أرجع أروح أبون الهيئة التلفزيون اللي بدك إياه موجود، رح نرجع نحولها إلى بيت مش ريزورت يجوا الأغنياء والفقراء. لأنه لازم يكون في جماعة، يد الله مع يد الجماعة. حكمة أعجبتني: شجرة وحدة تصنع مليون عود كبريت، ويمكن لعود كبريت واحد أن يحرق مليون شجرة. لذلك لا تدع أمر سلبي واحد يؤثر على الملايين الإيجابيات في حياتك. انتبهوا كلمة سلبي وإيجابي. ليك شو عم نعمل حد علي؟ ليك كيف عم نحرق هالغابات كلها؟ تنبيه حطام كرمال الجيب وتحطهم تحت الجيب، شو عم تعمل؟ هلأ بعد دقيقة نحن اثنين بهالتلفزيون، بعد دقيقة وين رايحين؟ هو ورا المكنة وأنا بتطلع فيكم ما بشوف شيء، بشوفكم بهالنقطة النور يلي بهالمكنة.
مثل الطفل بس بده يطلع من رحم أمه. كلكم عم تحكوا من خلالي وأنا عم بسمع من خلالكم. ما نختل بالعقل أبدا. انتبهوا، عنا أمانة، كل واحد منا إجا وجايب أمانة. خلقك الله بعناية وخلقك آية، ولو ما عندي أمانة ما بعتني على هالدنيا. بدو يسألني، بدو يحاسبني، هيدا العدل. علي بالجنة وأبو مرجم بجهنم، نينا نتحاكم. شو عملتي بهالأمانة يا مريم اللي أعطيتك إياها وقلتي نعم ونزلتي؟ لبنان بلد آمن كثير لدرجة بتحط إصبعك بعلبة الكهرباء ما بتكهرب، لأنه صرنا 24 ساعة ما في كهرباء، ما بتعرف أي ساعة بتنقطع بالأنسانسير ومدري وين. وهون شو بنقول؟ الحمد لله. شو ما صار الحمد لله. خبرتكن 20 يوم، هالطفل عمره 20 يوم زحى. قلت بدي أشوف أمه، قالت لحلى ما يموت كبير، خلي يموت صغير. في 3 أشياء ما بينعطوا، وشو كانت عم تعمل أمه؟ مانيجير بديجير، كل واحد لون، تحط لهم هيك وهون بريسز وهون. في 3 أشياء ما بينعطوا، السيارة، مرتك، والسيارة لمرتك ما تعطيها، ما بيرجعوا، بيتكسروا. قال له إذا أنت أعطيت مرتك وعرتها لواحد أسوأ، ما ترجع على البيت، وضاي هديك. يعني النكتة إلى علم. ما وين راحت؟ يقولوا لي ما تعملي هيك مريم. ادري وين راح الحبيب قلبي، راح سامحوني كلكم. لكل من يظن أن الحياة ظلمته، ما رأيكم بإنسان يموت أبوه وهو في بطن أمه؟ قال له المكتب لي ادخل آمنة، بس طلع راح النور من آمنة، عرفوا صاروا ناطرين وكلهم. وهو في بطن أمه تموت أمه وعمره 6 سنوات. عاش في بيت جده، فيموت جده الحنون وعمره 8 سنوات. بتعرفوا وقت راح أخذته حليم السعدية، قال له جوزة انتبهي ما تضربي، في شيء عم بيصير بهالمعزيات، في إشارة. قالت له شفتها. ثم يعيش في بيت عمه، تزوج وعنده عشق لستنا خديجة، عمري بالعمر أكبر منه، وهي غنية كثير وما أخذ منها الهدية، يقبلها الصدقات والزكاة كلها. ثم تموت زوجته ويموت عمه في عام واحد، سمي عام الحزن. مات أولاده الاثنين الذكور جميعهم ولم يتجاوزا 2 سنين من عمرهم. كثير تكفل بأطفال، بنات وصبيان، عمل تكفل فيهم. والنساء اللي تزوجهم مش مثل ما منفكر أبدا، من كل كوكب جيب، مثل عائشة كوكب فينوس، الأطفال كلها تكفل فيها. من ماريا جيب ومات، وقالوا له إذا أنت عم تدعي ما غير لدينا أبدا، الدين معاملة والدين أخلاق، أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. كل بناته بحياته ماتت باستثناء حبيبته فاطمة أم أبيها، لحقته بعد 6 شهور. سر كبير اليوم بأمريكا، وممنوع دخول العرب إلا 3-4 منا بس. كيف قدر عمل إسراء ومعراج، وكيف اختارها ونقيها؟ بكتاب اللي هيدا معي بتشوفوه هالسر هون. كيف قنت مثل ما بدك، تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. نحن بشو بالنا؟ كل واحد حامل الموبايل هلأ. أنا بس شو حدا حامل الموبايل بشوفه مكنة آلة، ما في تجاوب بيني وبينه. عيّم خليل أبو الشوارب كان يشحطهم. هيدي حضرة، هيدي منا مكنة تقعد تلعب فيها. بيدق لي قلبي بنصدم.
ما حدا جاوبت أنا وياه هيك أبداً. انتبهوا، هيدي أحلى حضرة عم تنعمل هالشباب كلهم، بس ما تعدوا لي ورا هاي. ما في أمل، لا تندهي، ما في أمل يا مريم بأمة العرب، شيلون كلهم، لأنه قال محمد، قالوا له حجر الكعبة، قالوا عم تحفروه، منلبسها 30 مليار كل سنة للحجر، نشوف الجوع عند البشر. انقتل عمو حمزة، شو صار؟ أكلت له كبده، قالت له نبي وحقود، اعتذر منها، يا حبيبي يا محمد. انطرد من الطائف ولحقوا الغلمان، بس صاروا يسبوه ويرموه بالحجارة، عفي عنهم. بغزوة أحد كسروا سنانه وجرحوه، وهالدم من وجهه من إجريه، مين كان معه؟ ويس القرني، مش هناك عطى البردة إلى ويس، مش لعلي، مش لعلي. قالوا له مين أخوتك يا محمد؟ قال لهم اللي حبوني وما شافوني. نعم، سجد فوضعوا على رأسه أحشاء الإبل والدماء وهو ساجد، فظل ساجدا ولم يرفع رأسه، عفى عنهم. أخذوا رداءه وشدوه على عنقه حتى كاد أن يختنق، عفى عنهم. وضعوا الشوك والقاذورات في طريقه ثم عفى عنهم. ودخل الحديد في وجهه والسم والسحر وطرد من مدينته، عفى عنهم. فات لعند اليهودية، قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله، شو عرفك؟ قالت له حاطة سم بالشم. قال لما تركت أخوتي يأكلوا، ومين أبو بكر؟ ومين جعفر؟ تيخلص نفس، يكب له زبالة كل يوم كل يوم عبيته، يومين ثلاثة ما في زبالة، دق الباب قال له جاي أنت لعندي وأنا مريض، ما عم فيني رح كب لك نفاية. قال له كل نفاية إيه، أنت بتحبني لو ما بتحبني عم بتحكيني فيها، يعني شو هالأخلاق؟ أمريكا كلها، أوروبا، وين ما كان يلي في أهل الذكر أهل الصوفية عم بيحكوا عن هالحضرة. شو يعني محمد أحمد؟ صار محمد فعله اسمه صفة وأخلاق وسر كبير. ثم بعد هذا يقول الليل كله حتى تفطر قدماه، لماذا يا رسول الله كل الليل بتقوم وبتصلي وبتدعي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ قليلة بكتاب اللي هيدا حطته إيميل مي في كلمة تانك T-A-N-K يعني دبابة، وفي تانك T-A-S يعني شكر. شو بدي، الشكر أو الدبابة؟ وقت المرأة الإسكندر قال له لديوجين أنت شحاد، أنا ملك. قال له بس نوصل على البيت بنعرف مين الشحاد مين الملك. قال له بس أنا بدي احتل الأرض كلها. قال له بتموت قبل ما تشوف على الهند، وبتموت قبل ما تشوف أمك. لا عنده شيء هالزلم. قال له أنا كان معي كاسة، لقيت الكلب بيشرب بلا كاسة كبيتها. قبل ما مات الإسكندر شو قال؟ حلوا لي إيدي براد تبوت، كبوا كل مصرياتي، خلت لمون الناس وشوفوا كل هالأطباء ما حدا قدر يشفيني. طبيب بده يشفيك وعم ترمي مصرياتك للناس تنخت لمون؟ هذا مال القوم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. شو عم نعمل بمال القوم؟ رجل الأعمال، داش عم نصرف على هالإعلام؟ شو عم بيعمل هالإعلام؟ بأي محطة بتسترجو تاخدوا مريم؟ دولار بالسنة يدفعوا. وأنا بجي صدقة تسترجو؟ ما حدا، كلنا بدنا رضا. نعم، عزرائيل، الدرهم والدولار والدينار. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يا حبيب قلبي، ما أنا إلا بشر مثلكم يا حبيبي، خادمي عبيبك، ويا ريت خادمي وبعيدة. صلوا على من يشتاق إلينا وهو لم يرانا، صلوا على من يقول أمتي أمتي يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. مش أنا عارفة، الله والملائكة وكلها بدعاء الطائف ما حدا كان أرحم من هيك.
صار حي قيوم مع حي قيوم. ميتشوكوشي بيعمل حضرة محمدية وأنا آخر شيء بقعد على الأرض أو على الباب، بس تجي الحضرة نور ساطع ما بقدر ضاين أبدا، بهروب. ومرة كان معنا ناس من السعودية تلفنت لبي قال لها حقيقة، وهو قال أنا كذبت عن مرتي، قلت له رايح أتعلم. هاشم العلوي بشكرك يا حبيبي أنت وأختك وكلكم. هديل عمر خليفتي تركت الطب وقالت لهم هيدا كذب، ما حدا بيعرف وني. واجوا ناس من برا من هون ومن هون تيشوفوا مطرح ما خلقت بدوما. قلت له ما في حدا فينا نعمل شيء هلا بأمة العرب أبدا. عم نفتش على إنسان حاملة قنديلة، إذا بلاقي إنسان منصير شي كم إنسان بلبنان المال متوفر، كون أنت نور من نور.